شكرا جزيلا أصحاب السعادة والمشاركون الكرام. دعوني أبدأ بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الدعوة الكريمة التي وجهت لي لكي أتحدث أمام هذا المنتدى. إن تنظيم مثل هذا الحدث المهم الذي يضع الشباب في جوهر نقاشاته يعتبر من أهم الأحداث، لا سيما في هذا السيناريو العالمي القاتم الذي صنعته الجائحة. أتوجه إليكم جميعا من مختلف البلدان من مختلف الخلفيات الثقافية، وأرى أن هذا مثال رائع لكيفية مواجهة المجتمع الدولي لأزمات تواجهنا جميعا من خلال حوار شامل ومتنوع. إن الأمور التي سوف تناقشونها خلال هذا المنتدى من بينها التعافي إلى دور المرأة والاستقرار العالمي والسلام وتغيرات المناخ والأمن المائي والطاقة ومستقبل التكنولوجيا هي كلها موضوعات تأتي في وقتها. أنا على ثقة من أن نقاشاتكم سوف تساهم في تبادل الأفكار على المستويات السياسية أيضا وعلى المستوى الدولي. إن العامين الماضيين شهد الأزمة التي دعتنا جميعا إلى التفكر والتدبر، ليس فقط في العواقب الوخيمة الاقتصادية والصحية التي واجهناها جميعا، وإنما أيضا في حالات عدم الاستقرار التي ولدتها الجائحة والتي تهددت وجودنا. كان علينا أن نركز على الأثر الذي كان لهذه الجائحة على الأجيال الشابة. ملايين الأطفال واجهوا الأثر المدمر لهذه الجائحة وما واجهوه من آثار نفسية خطرة حينما رأوا أعز أحبائهم مرضى. بعضهم احتاج إلى الأجهزة الطبية والأدوية ولم يجدها، وأعداد لا تحصى قد تضررت جراء هذه الجائحة. بالنسبة لمن كان حظهم أفضل استمروا في التعليم، لكنهم مع ذلك واجهوا عددا من العواقب ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما تمثل ذلك في فقدانهم الفرصة للتواصل الاجتماعي مع أحبائهم وأصدقائهم. التعليم في كل مستوياتها الابتدائية والإعدادية الثانوي، العملية التعليمية كان هناك حرص على أن تستمر، لكن ذلك تطلب أن يكون هناك تفاهم على نحو جديد فيما بين أعضاء العمليات التعليمية والطلبة من ناحية أخرى. الأطفال لا سيما صغار السن كلهم تعرضوا لشكل غير مسبوق من الخشية والخوف من أن يفقدوا أحبائهم أو من أن يتعرقلوا خلال هذه الأشهر التي كانت حافلة بالاضطراب. الكثير من الشباب أحسوا بفقدان اليقين وفقدان الحماس، وكان عليهم أن يتراجعوا عن حياتهم النشطة والحافلة. كان هناك الكثير من الآثار المأساوية جراء الإغلاق، وذا كان لذلك أثر على الصحة العقلية ولا ينبغي أن نقلل من قيمة ذلك، حينما ينبغي أن نضع ذلك في الاعتبار حينما نناقش التعافي ما بعد الجائحة. يسرني أنني أرى إحدى الحلقات النقاشية سوف تكون مخصصة للآثار النفسية والسلوكية على عالم ما بعد الجائحة. دعونا نتحلى بالواقعية. إن الموقف كان بالفعل هشا وضعيفا لملايين ولايين من سكان العالم الذين كانوا يعانون الفقر ويحاولون أن يتمتعوا بسبل الرزق، لكن جاءت الجائحة وألحقت الضرر بملايين وملايين آخرين لا سيما الفئات الأكثر هشاشة وضعفا. يدعون العالم إلى أن نحدد في عالم ما بعد الجائحة أهداف وتفاصيل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بناء على استجابة صحية شاملة بما في ذلك العمل على توفير اللقاحات والتشخيص والمنظومات الصحية الفاعلة والتي سوف تضمن رعاية طبية تتمتع بالجودة وللجميع، وفي الوقت ذاته
لا يمكن أن نتجاهل الآثار الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأثر أيضا المتمثل على حقوق الإنسان. وأخيرا علينا أن نخطط لتعافٍ يبني ويستديم منظومة النقل العالمية وشكل من الحماية يضمن توريد السلع بشكل مستدام ويتمتع بالجودة، بحيث يمكن توفير المواد والسلع الأساسية من دون انقطاع. والأهم من ذلك أن نتمتع بالثقة وأن نحاول أن نتجنب المواجهات والقرارات الأحادية الجانب. إن الثقة في بعضنا بعضا وفي قدرات بعضنا بعضا مهمة، والثقة في التضامن متعدد الأطراف. وهذا يجلبني إلى أمر آخر أتبعه عن كثب منذ بداية الجائحة، وهو مسألة إنتاج اللقاحات. هناك تباين صارخ في قابلية الوصول إلى اللقاحات ما بين من يتمتعون بالقدرة على ذلك ومن يفتقرون إليها. على العالم أن يخلص نفسه من هذا الفيروس، ولهذا لن يتحقق ما لم يتم ضمان توفير اللقاحات لشتى سكان العالم. لكن كما تعلمون الوصول إلى اللقاحات أمر يتعذر تحقيقه لملايين وملايين من سكان العالم. الأمر لا يتعلق فقط بالمعلومات العلمية والإحصائيات، هذا له أثر على موقفنا جميعا كمواطنين عالميين. ينبغي أن نتأكد من أن ما من أحد سوف يتخلف عن الركبة. حتى في مواجهة محدودية الموارد وفي مثل هذه المناسبات، كان هناك محاولات لتوزيع اللقاحات مجانا إلى الدول الأخرى التي لا تستطيع توفيرها. هناك دور للشباب ليلعبوه فيما يتعلق بالتضامن العالمي خلال هذه الأحداث. أود أن أكرر هذه الرسالة، كلنا مسؤولون بينما نتوجه بالحديث إلى الشباب. هذا ما دفعني إلى تنظيم مبادرة في 2016 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة أنالند. نحن نعقد قمة البحر المتوسط التي تسبق فاليتا، وهذا مماثل لهذا الحدث الذي يعقد اليوم، حيث نتبادل الكثير من الأفكار حول التحديات التي نواجهها في حوض البحر المتوسط. ودائما ما يتمحور الأمر حول الوصول إلى اتفاقات على الحلول التي يكون في جوارها التسامح والتعاون. نشعر بالفخر أن يكون ذلك منصة لأصوات الشباب وطرحا للحلول الإيجابية. من واقع خبرتي أحث الشباب والكبار على مزيد من الانخراط بشكل أكثر قربا والحديث عن الأمور ذات الاهتمام المشترك. إننا شركاء في هذا الجهد العالمي لتعزيز الحوار من أجل أن نحقق التعاون الكامل والأمن والرفاه والسلام. وأختتم بدعوة لكم جميعا، حينما تعودون إلى أوطانكم وفي خلال حياتكم اليومية، احرصوا على أن تستمروا في النقاش وأن تعززوا أيضا ثقافة الإقناع بدلا من ثقافة المواجهة والإجبار والقهر، بناء على حجج محكمة واحترام متبادل الرأي المختلف. بهذه الطريقة نأمل أن تتمكنوا من التأثير الناجح على السياسات، وأن تتمكنوا من المقاربة بين مختلف الشعوب والدول. واضمنوا أنه لن يكون هناك مساحة في قلوبكم أو عقولكم للكراهية أو كراهية الأجانب أو التمييز أو الإقصاء أو بناء على النوع الاجتماعي أو أي سبب آخر. فليكون ذلك خطوة أولى نحو المستقبل، وأتمنى لكم مداولات ناجحة. شكرا جزيلا لحسن الاستماع.